هي ملحفث أو ما يعرف بالملحفة، لباس تراثي يمتد إلى عديد الثقافات والحضارات. كان ولا يزال لباس المرأة الأول بمنطقة الأوراس. تعود إلى ما قبل الميلاد، لأنه نجد أنه يغرطة كان يرتدي هذا النوع من اللباس، ماسينيسا كان يرتدي هذا النوع من اللباس، سيفاكس كذلك. الأصل في الملحفة الشاوية أنها قطعة قماش واحدة بطول 7 أذرع، يمسكها زوج من حلي فضي يعرف بأبزين، ليترك جزء معين من القماش متساقطا مداه من أسفل الرقبة وصولا إلى تغطية البطن. في الملحفة الشاوي ذي 7 غالن، 7 غالن هذه، ويرني في ملحفة نزيك وثينيش وثينيش ذين تغروازيون هرزم متى تقرن ذينت المداور تقلنا المداور نغتاب زيم. اللون الأسود ملك الألوان، ولأنه يعبر عن السلطة الأناقة والحزن في آن واحد، اختارت المرأة الشوية أن يكون لون لباسها في الأفراح والمناسبات أسودا. هذا كاين الحزمة اللي تربط الليل، يعني بربط الليل وحصر الليل للإنقاذ، باش هذه مكسير وهذه أسواس وهذه الضو، ثلاثة الألوان أزيزة وذو زقة ذورة اللي تعبر الأحمر على الدم، يعني احنا رجال أحرار الأمازيغية زاد الناس الأمازيغنا نحرر بدمائنا أرضنا، أزيزة وللدلالة على الطبيعة والجنة والخير والدنيا وما ينفع، والصفر دل على الصحراء. رغم ما أحدث عليها من تغييرات، لا تزال الملحفة القلب النابض للتراث الأمازيغي.